اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما يعني اتكلمنا في الاول، احنا المدير الفني كابتن طارق خيري هو اسطوره بقى، يعني خلاص اصبح رمز من رموز النادي الاهلي في كره السله، مش بس لاعب وتاريخه الكبير جدا كلاعب، ولكن لما مسك كمان الرجال عمل تاريخ كبير جدا، يكفي بطوله افريقيا 2016 وكمان الدوري رجعه بعد فتره، وعمل فريق ليه كيان. ولما طلب مع السيدات ما قالكش لا انا امسك الرجال، لا تواجد وجه ومسك الفريق خلف الكابتن علي هاشم. في البدايه برحب كابتننا الكبير كابتن طارق خيري، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم. يمكن دي مقدمه لازم اقولها لان ده حقك الحقيقه حبيبي، وجمهور النادي الاهلي لامس ده ولامس عشقك للكيان، وحتى ولادك الاثنين، الثالث طبعا طالع ان شاء الله لسه الناس هتشوفه، مؤمن ومحمد نفس الكلام وماشيين على نفس الضرب. خلينا نرجع بقى ل يعني بطولاتنا وانجازاتنا السنه دي. انت بدات الموسم موسم صعب جدا، فريق طالع من دروب لاسباب مش هنخش في تفاصيلها، عايز تعمل يعني نقله لمكسب، ايه المحاور اللي اشتغلت عليها؟ لا محاور كتير، محاور منها جزء فني، شغل انت بتحطه على امكانيات الفرقه اللي معاك، جزء نفسي على ناس بتلعب وناس ممكن يبقى دورها قليل او ما بتلعبش، جزء عندي نجوم لازم يعرفوا ان احنا فرقه مش فرقه النجم الواحد، ازمه او محور مهم وقنابل موقوته بقى يعني طبعًا الموضوع ده طبعًا. فانت ده شغل يعني شغالين عليه من السنه اللي فاتت، غرز زي ما حضرتك قلت في الاجتماعات، اذا كان غرز او اذا كان انديفيدوال، اذا كان لاين، او لو حصل حاجه وقدرنا حسينا ان حد بيلعب لوحده نقدر يبقى في رد فعل من الجهاز مختلف، بس دايما بتتكلم على ان التيم، الفرقه، النادي، لحد ما تصدقها، لحد ما تلاقي صحيح. الموضوع ده الحمد لله خدنا ثماره في نهايه الدوري المرتبط، يعني على مدار الموسم الدنيا حلوه، بس وكمان دوري المرتبط ده كان اختبار، كان اختبار الماتشات كلها من بدايه الموسم لنهايتها ما تقدرش تبين الجزء ده كجماعي، لان ماتشات كنت بتكسب ايزي، انما السبورتنج فرقه ماخده على بطوله، الشكل العام في الماتش الثاني كمان بصفه خاصه مرتبط خسر ماتشين، يعني كل ده كان ضغط عليك، اختبار حقيقي، اختبار على الولاد. انت كده كده شغال، انا عامل ميتنج قلت لهم انا كسبت دوري المرتبط ولاد من غير الجمال ورامي جنيدي، وفرقه الاتحاد كان رجوعي لها 6 لعيبه، يعني كان اصعب من كده بكتير، وكان الموضوع نورمال وكسبنا، فاديتهم ده حتى ده عملته نموذج ليهم، عكس ان انا زي ما هم البنات بتقول او انا دايما بقول انا ما بحبش المحترف اللي يجي من النوعيه اللي ياخد الكوره ونلغي الفرقه، دي تجيب انا مع وجود الناس اللي دايما اللي هم بيحبوا الحلقه زي سوريا او سلعاوي او رنيم، ممكن تبقى الموضوع يجي عكسي، هتلاقي دول يقع منك او هيكرهوا المحترف، فكنا بندور على حد يلعب كويس ويلعب جماعي وليه ثوابت، في ثوابت ما تبانش في الاحصائيات، زي مثلا جيمي معانا الناس كتير قوي بيتعلق عليها، حتى احنا كجهاز بنتكلم في الجزء الفايتنج، ان انا ابقى فايتنج وان ان وان، لو رحت لو حد خبطني ما ينزلش بيا او ما سيبش الكوره او في سبرنت، انما ارقامها بالورقه والقلم احسن واحده بتدافع وان ان وان، من افضل اللعيبه بتدافع وان ان وان، تيم ديفنس 2 ان 2، ويمكن محققلك اللي انت عايزه احصائيات لعيبه تلعب مع الفرقه مش تلعب دي حقيقه، اعلى اسيست في الفرقه عامله حاجه 48 اسيست في 12 ماتش، رقم مش قليل للبعيد اللي وراها بعيد، اعلى ريباوند في الاوفنس ما شاء الله، يعني فالموضوع، انما الموضوع دايما بيتكلموا عليه كتير، فرقت معانا في دوري المرتبط، ان انا لو انا مهتم بيها قوي او هي خد الكوره والباقي خسرت وش الباقي عدم ثقه، الباقي كده كده مش في يوم وليله الناس دي هتطلع اللي جوه. طب كابتن طارق، انت عملت صفقتين السنه دي، هاله شعراوي ومرال اشرف صح كده؟ تمام، وعملت 6 صفقات تانيين او 7 صفقات تانيين، وهو اعاده الثقه مره تانيه للاعبات كانوا فقدوا الثقه، ودول يعتبروا صفقات جديده، انت بتحيي لاعب مره تانية، ويمكن الكلام كان قبل منا حضرتك وسامعه، انا ما كنتش بترتب ولا في سكريبت والله ولا حاجه، احنا بنتكلم، فانت النهارده كانك اد فاليو للفرقه بثمان لعيبه، الكلام ده صح؟ 15 طبعا اللي موجود، خليني 15 الكويسين يا كابتن، كويسين تقول طول الوقت، اللي طول الوقت انت معلش انا اسف يعني بيحط سكور منتخبات وزي الفل ونجوم زي ما حضرتك قلت، ولكن عشان تاد فاليو لازم تاد فاليو جديده صح؟ طبعا. فانت النهارده في 8 لاعبات انت عملت لهم اد فاليو للفريق، مش مكان حد، مع حضرتك الباقيين، هي تيم، انا بقول لك انت بتبني تيم، عندي زي ما اخترنا الفرقه من الاول، انا عايز اني بوزيشن، عايز بوزيشن 3 4، انا عندي سوريا تنينيه، نادين سلعوي تنينيه، عندي
ميرال ثلاثة ايه. فلما جينا جبنا البوزيشن اللي احنا محتاجينه دينا اتنين يعني عندنا عندنا اوريدي في عدد الطلب بالميكروت. فرجعت رنا نبيل بقى وبيبيكو رجعت بقى عندي طلب بالميكروت. فكان عندي ان انا عايز انا بحب البوفيتات الخفيفه او القطرات الطويله. في جزء من شغلي في الديفنس في ساعات سويتشات، فانا دايما ميال للجزء ده. ما يبقاش عندك نقطه ضعف. ميرال وهلا بصفه خاصه لما جم كناس جداد على الفرقه الاثنين زميل ديفنس. هي جديده سنتين ثلاثه اعتبر بالنسبه لي جديده. سنتين بالنسبه لك انت واحد بالنسبه لك انت جزء جديد. منها دفاعي مش اكتر منه، جزءها هجومي. فمريحاني في شغلنا. الباقي كله عشان تبني تيم لازم كل واحد صغير قبل الكبير يحس ان دوره. دور بقى قليل في ماتش صغير، دور كبير في يعني الموضوع انت بتعمل زي ما بيقولوا كده روتيشن، انك تجهز الكل. وكل واحد لا قدر الله لا قدر الله حد من حد من التقال عنده اصابه، يبقى حد من اللي دوره قليل لا يشيل بثقه. ما عندناش ازمه. فانت مش شغال على 8، انت شغال على 15. صحيح. ان انت بتبني. انا بطبيعتي بحب ان انا فرقه، وزي ما البنات بيقولوها دلوقتي هيجي وقت زي فاينل مثلا بنلعبه مع سبورتنج، وارد النهارده انا متعود العب بال 12 11 يوم يعني، ويبقى غصب عني غصب عنك غصب. لا انا ما بلعبش بسبعه خالص، بس ممكن يجي يوم السلعوي او سين الناس اللي بتاخد تايم طويل موفقه النهارده هقدرش اطلعها. انا من فاهمهم الكلام ده. يبقى اليوم ده بتاعها. انت حتى في ماتش اليوبلس لما حصل ستارتنج ما كانش بتوفق، انت سحبت اربع لاعبات تقريبا انا فاكر، ونزلت اربعه وعملوا برضه الدنيا نورمال. الدنيا نورمال. يعني قصدي اقول لحضرتك ان هو ده مش جاي نتيجه يعني اوهام او حاجه احنا عايشينها، لا دي حاله تتطبق في الملعب وبتنفذها وبتقولها للولاد علشان ما يبقاش في ظلم، وكل واحد عارف الدنيا. وهم الحمد لله كل واحد خاف من الظلم. انت يا كابتن انت اتظلمت كتير وانت لاعب. لا احنا هفكرك بس مش هينفع على الهوا. اولا انت انت كلاعب بطلت بدري، انت كانت تدي اربع خمس سنين كمان، ولكن هي حكمه الله سبحانه وتعالى عشان يكسبك مدرب. الحمد لله. دي. الحمد ممكن لو كنت اتاخرت الاربع خمس سنين انت بتجيب لك الكلام ده منين؟ الايه؟ بيجيب الكلام ده لا عشت عمرك في تفاصيل. لا يا كابتن عشت عمرك محدش عمرك محدش يعرف. انت كنت تقدر تلعب اربع خمس سنين؟ انا مبطل بلعب 40 دقيقة. مبطل ايه؟ مبطل بلعب 40 دقيقة. انا بقول لك نورمال. انا فوجئت يعني لما قالوا لنا طارق خيري هيعتزل انا القرار كان كويس في وقته. في وقته كسبناك مدرب الحمد لله، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى عوضك بقى الثلاث اربع سنين دول بانتصارات كبيره جدا الحمد لله. يمكن خلينا اتكلم في حاجه برضو يا كابتن، وهي العرض لما اتعرض عليك كابتن رؤوف عبد القادر كلمك وقال لك هتيجي تمسك البنات. انا ليه بقول كده؟ انت المدرب الوحيد لو انا غلطان صحح لي اللي عمل تاريخ مع الفرقتين رجال وسيدات. لا لو انا غلطان قول لي انت غلطان. لا حد كتبها على المرتبط. ان المرتبط. انت عملت بس بطول. انت لما جيت عرض عليك انت كنت بتمرن ولاد ولما جيت عرض عليك كابتن رؤوف قال لك احنا محتاجينك، وما فكرتش وترددت اللحظه. بس انا عايز اسمع ردك، بس لازم اطلع لفاصل معلش. هنرجع الفاصل على ردك على طول. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع طبعا اسطورتنا الكبير طارق خيري، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن كنت قبل الفاصل بسال كابتن طارق خيري وقت ما تولى المسؤوليه. هو الحقيقه ما كانش بيمرن سيدات وما كانش عنده تجربه في التدريب مع السيدات، بالعكس هو كان بيمسك ماسك احد الفرق الدوري الممتاز رجال وطول عمره تاريخه في الرجال. فلما طلعت عليك يا كابتن يعني ما فكرتش للحظة؟ انا لو مكانك افكر بصراحه، مش عشان يعني اتمنى اخدم النادي الاهلي، بس افكر ان انا ممكن افشل. الفشل الحمد لله مش في قاموس الواحد، انما فكرت سنه رغم ان اتسالت زمان لو اشتغلت سيدات بعد ما سبت الاولاد توافق؟ طبعا وافقت يعني طبعا النادي ده بيتنا. انما مكالمه كابتن رؤوف جايه بطريقه كوميديه لطيفه. قول لي بقى قال لي بيتك يناديك. هو مره كابتن رؤوف بيتك يناديك. حلو. فما اقدرش تقول لا. فقلت له طب سيبني يعني زي افكر يعني ما لحقتش. لقيت معالي الوزير العمري بيكلمني قال لي ما فيش تفكير الموضوع خلصنا. تكليف خلاص يعني زي تكليف الموضوع منتهي يعني. فده في انت عارف النادي احنا ما بنقدرش نقول لا لحد كده ان انت يعني. والبنات مش غراب عليا، انا علاقتي بيهم اصلا مش كويسه. انت كنت وانا بتفرج عزم. انا بتفرج كويس على الباسكت كله كبير وصغير بنات واولاد ناشئين، وانا طبيعتي بتاعت كل حاجه وبقعد مع كنت بقعد مع علي في التمرين وده مفيد بتاع وعلاقتي بالبنات كويسه يعني ما كانتش الدنيا بعيده ان انت جاي من اخر الدنيا يعني. طب قول لي يا كابتن يعني اكيد في فرق يعني انت مرنت ولاد وعلى مستوى كبير ومش فرقه الاهلي بس فرقه اخرى، ومرنت النادي الاهلي سيدات في فرق يعني اكيد دي عايزه فكر ودي عايزه فكر. ايه ابرز الاختلافات؟ ايه لا اكتر من حاجه
السرعات او التركيز عن الولاد مختلف عن البنات على اعلى سنه، الفوكس يعني اعلى سنه. الكلام ده انا اقوله ممكن يزعلهم، لا لا بس الغيره اللي ما بين البنات مختلفه ده في كل حته، فريق عن الولاد طبعا ده وضع طبيعي. دي برضو ده جزء يعني انا بحلق عليه زي ما بيقولوا بس ده على قد طبيعي. ما اقدر. العكس بقى، لو اشتغلت في البنات نص اللي بتشتغله في الولاد يظهر ينجح. لو الفرقه معاك كواليتي، فرقه كويسه زي الحمد لله الفرقه اللي احنا عملناها، لو اشتغلت جزء يعني مش هقول 70% 50 60% جزء كويس دفاعيا، برسات اوفنس سكرين اون بول، حاجات فيها ميكسات دفاعيا، الفرقه اللي انت بتلعبها مش تالنت زي الولاد. يعني الجزء الدفاعي للفرقه اللي انت هتلعبها لو فرقتك واصله لمرحله معينه في الاوفنس محدش هيوقفها، او ميكس في الديفنس ازاي تركب حاجات فيها ترابات ازاي وبتاع، الرد الفعل بتاع البنات مختلف عن الولاد. مبسوط ان جمهور النادي الاهلي بيتابعكم، مبسوط ان هم كانوا موجودين في صاله بطوله منطقه طبعًا. القاهره في وقت كاس العالم شغال. طبعا طبعا انا قلت كتبتها في على الفيس، احنا شغالين عشان نسعد الجمهور، طول ما احنا بنكسب والناس دي مبسوطه احنا مبسوطين. يعني طبعا هم نمره واحد، صحيح هم اللاعب رقم واحد ودعمهم اكيد مهم. البنات وبيبقى. فرحانه جدا مش مصدقه. يعني عاملين لهم فوكس، مخلينهم مركزين. يعني حتى انا زي ما كنا بنتكلم من شويه، بص على وش البنات بعد كل مكسب، صحيح. الفرحه عامله ازاي. كابتن افريقيا، اكيد انت على المستوى الشخصي، انا اتكلم انت كل واحد غيور على اسمه وغيور على شغله، فانت نفسك تاخد افريقيا ولاد وبنات. اكلمك معلش خليني اكلمك بقى بكل صراحه، وشايف الجيل ده، الجيل الموجود معاك، الفرقه اللي معاك دي ممكن ينافسوا على افريقيا؟ ما نقولش المكسب والخساره بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، مستحيل مستحيل لو بتكلم الليكرز تقول لهم هتكسبوا، ما مش هيحصل. ليفربول نفسه ما حدش يقدر. شايف الفرقه دي تقدر تنافس وتوصل وتبقى منافس قوي على بطوله افريقيا؟ دي حقيقه، يقدروا تدعيمات يعني محترفه تانية، لان الفرق الافريقيه فيها فرق جامده، عندهم اجانب محترفه تانية مش اكتر، مع اللي موجودين عربيه وافريقيه. مش عايز اقول سهل طبعا، مرشحين بقوه ان تبقى حامل لقب للاثنين، دي حقيقه. طيب هل انا بتكلم معاك، انا ما عنديش اخبار ولا عندي حاجه، انا بتكلم يعني هل لو البطوله دي اتنظمت على صاله النادي الاهلي احتمالات يعني فوزنا بيها كبيره؟ زي ما انت شايف بوجود جمهور النادي الاهلي وحضور الجماهير، وتعرف صاله الامير عبد الله الفيصل في نفس الصاله دي 2016 ديسمبر 2016 بطوله افريقيا اللي خدتها مع النادي الاهلي. طبعا شايف ده ممكن يكرر الانجاز ده مع السيدات على صاله الامير عبد الله الفيصل؟ ان شاء الله بنسبه كبيره، فوق 90%. اصل انت لو قلنا ملعبك وجمهور والكواليتي اللي معاك دلوقتي مع محترف، ما نعرفش هنختار في انهي بوزيشن وقتها، 90% ليك حظوظ كبير ان انت تكسبها. حتى لو بقت بشكلها الجديد باسكت بول افريكا ليج، لان هم عايزين الام بي اي افريكا عايزين يعملوا تجربه الرجال في السيدات، حتى لو دي كان كده وممكن حظوظنا عاليه. دي حقيقه، دي حقيقه. انا بثق فيهم جدا، بثق في شغلي جدا. انا 2016 ولاد مع مين كان مصدق ان احنا ممكن نكسب؟ خالص. الحمد لله، العبد لله، وهنعمل. انا فاكر اكتر اتنين انا ابوش، لدرجه ان اتسالت في مجلس الاداره بعد كان فيها شويه ازمه، حظوظنا ايه في البطوله؟ هو طارق داخل اداريا ليه؟ حظوظنا ايه فنيا في البطوله؟ قلت لهم انا فاينل ان شاء الله وهكسب. اكبر ناس عندي في الفرقه اللي زي الغنام او الجمال او ناس شايفين البطوله صعبه. المربع انت شايفها مش صعبه؟ انا شفنا خمسه ضد خمسه. انا بثق في شغلي الحمد لله رب العالمين لو اتنفس. يعني كل مشاكلي مع فرقتي دلوقتي لما باجي ازعق لحد ان انا مثلا الكره هنا، فانت المفروض تروح تيجي الناحيه دي، ما بتجيش فبتعصب. لو اتعمل الكلام ده فرقتنا جامده جدا. فانا بثق في شغلي والحمد لله رب العالمين. عامل فرقه انا بحبها جدا قبل ما بواثق فيها، انا بحبهم جدا الكلام ده، هم سامعين. بقفش على الكبار قبل الصغيرين، وبنرجع على الموضوع اتنسى في نفس اليوم، او يعني الموضوع ما، وانا بطبيعتي ما بشيلش. يعني مش مثلا كابتن هيثم عمل حاجه فانا ضايقتني فهفضل شايلها له طول السنه، الموضوع بيتنسي، بنساه تماما. فالحمد لله احنا. هل دوافع البنات سهله؟ يعني سهل لك المهمه؟ لان طبعا هم جايين من موسم ما كانش فيه توفيق وكان فيه اصابات كتير، والبنات وانا بسجل معاهم عندهم دافع. هل الدافع بيساعدك؟ يعني دايما بقول بيساعدك. طبعا هم عايزين يكسبوا، هم عايزين يعملوا. بص احنا بنتكلم في حاجات كتير. فرقه الولاد السنه اللي فاتت عملت ايه؟ عملنا تارجت عايزين نكسب 5 من 5. حطيت تارجت جديد بدون هزيمه. بنقعد تقول احنا اتفقنا، وعد قعدنا مع بعض اتفقنا. ده وارد انك تبقى غير موفق او وارد تخسر، بس احنا بنحاول نمشي للاكمل. ان احنا نمشي في الاتجاه ده.
فلحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا ان شاء الله ربنا خلينا اقول كرمنا. لك يعني حتى يعني مجلس اداره، احنا شفنا معالي الوزير عامل فاروق بيحضر ماتش القاهره وقبل وماتش المغرب شغال وموجود في ارض الملعب وبيدعم الفريق بشكل كبير، وشفنا كمان وهو بيسلم على دين عمرو تقريبا على ما اتذكر شاور لها ان فاضل ثلاثه، فالتارجت واضح ان هو واحد كمجلس اداره وجهاز فني. دي حقيقه هم مبسوطين جدا. انا عشان مع الكابتن خالد العوضي في كلام على طول اللي هو فرحان مبسوط شكل طبعًا. الفرقه طبعًا. مختلف رد الفعل اللي هم بيسالوا، ما انت برضو الناس بتتكلم صح. احنا في مجال صغير صح. ان الفرقه شكلها كويس الحمد لله رب العالمين واقف على رجليها. دي حاجه بتسعدنا انا ان معالي الوزير رئيس النادي اللي هو داعم للباسكت كمان بقوه جدا. انه يبقى مبسوط وجاي جاي فاينل منطقه، يعني بقول لك الماتش المغرب المنطقه مش بنقلل منها، بالعكس كان اجواءها. انا بشكر مجلس اداره المنطقه واللجنه الاعلاميه بالاحصاء بالمسابقات، والله شكرناهم على بشكل بصراحه الشكل العام احنا سلمان مجلس الاداره بالكامل، دي حقيقه، وكل اللجان بامانه منطقه القاهره ناجحه ناجحه، عملت بطوله حلوه قوي في توقيت حلو ان انت قبل ماتش السوبر او قبل دوري المرتبط، يعني خلوا الاجواء حتى مكسب البطوله ليه طعم. كابتن طارق ايه اللي بتعمل له حساب؟ بمعنى يعني انت كمدير فني وبتبقى راجل ليدر وراجل مسؤول عن الفريق، في حاجات تقول استر يا رب انا مش عايز ده يحصل، ايه دايما اللي تحس ان انت قلقان مش عايزه يحصل؟ هل مثلا ايه اكيد في حاجه بتقلق على الفرقه، على فرقتك، انا قصدي على فرقتك علاقتهم ببعض. حلو حلو دي جدا. اكتر حاجه طول ما احنا ايد واحده انا عندي في الفرقه 3 4 لعيبه قنابل موقوت، طول ما هم قريبين من بعض ولاغيين نفسيهم احنا مطمن. هم عارفين كده يا كابتن؟ قلقانين. انا مثلا ممكن اقص، يعني ممكن تلاقيني جيت على حد تقيل لو حسيت ان يبقى مصلحتي اهم من مصلحه الفرقه. بس هم حتى الان بامانه كل الفرقه بفضل الله ناكرين ذاتهم الحمد لله. ونصيحه ليهم يا كابتن معلش اسمح لي، لا اتفضل، يعني المصلحه العامه. المصلحه العامه حافظوا الزم حتى لو هتيجي على نفسك، المكسب بينسي كل شيء. دي حقيقة. يعني يمكن يا كابتن هي دي لقطات البطوله والتسليم ومعالي الوزير بيقول لك مبروك مبروك ادينا ووجوده، يعني معالي الوزير في ده دعم مجلس اداره، نائب رئيس يبقى موجود، مجلس اداره بالكامل موجود، يبقى حاجه بتبقى يعني ليها دعم يعني. فاذا انت اللي تخاف منه ان دايما طول ما احنا ايد واحده. فريقتك العنصر اللي بيلعب اللي هو هيأدي. هدي مثال اخر ماتش هليوبلس او كان الجزيره قبله، انت اول كوارترين خسران. الجزيره ايكوال وهليوبلس خسران. وهي نفس الفرقه، فوكس مش موجود، ديفنس مش اعلى حاجه، الريباو يعني ايه مش انت نسبك قلت، التالت والرابع از جود ديفنس نسب زادت، قلبوا تيم، يعني الموضوع في توفيق وعدم فيه، بس لما بنبقى ماسكين او مش عايز اقول بنفذ مركزين فريقنا جامده والروح عاليه على البنش جدا. انت مش قلقان من حاجه خالص. طب خلينا اتكلم يا كابتن عن مثلا ودي برضو يعني معرفش يعني الناحيه البدنيه، هو طبعا الاصابات بتاعت ربنا، انا مش هقدر اقول طبعا ان لعيب يتصاب او ما يتصابش او لعيبه دي بتاعت الله سبحانه وتعالى، ومهما كانت متعدة كويس او كل كده، بس انت بتعمل اللي في ايدك طبعا. يعني شايف ازاي ان احنا نقدر نقلل بقدر المستطاع الاصابات؟ هل بالروتيشن؟ هل بالاعداد البدني؟ يعني انت كمدير فني هتافويد ده ازاي؟ كله انت الجزء البدني ده مهم، انت عينك على الجزء البدني ان انت ما تديش حاجه، هو مدي حاجه محمل فتدي انت كمان حاجه فيحصل اوفرلود. تمام. روتيشن ده جزء مهم جدا. انا عندي 2 اصابتين في الفرقه التقال، رانيم وهاله. بس رانيم من اول السنه ظهرها في مشكله، فطالع نازل، ف3 على 3 حملت قوي. وفي بطوله المنطقه في حد شدها من ايديها خبطت في سن البورت، ما كانش في حاجه سيفتي. وهالة برضو من سنين عندها الاكيلس، لو حملت عليه شويه بيلتهب وساعات بيورم. وهي لعبة فاينل منطقه بتاع وملتهب شويتين. النهارده كانت بتعمل سونار، انما باقي الفرقه الحمد لله رب العالمين. وعندك وقت تريح، بس السوبر هي السوبر، بس احنا يعني الترتيب كله قلت لهم بس نلصم السوبر بمعنى كده الادق يعني، ولو في راحه كافيه للعلاج في اللي جاي ما عنديش مشكله. شايف منتخب مصر سيدات ممكن يعمل نتيجه في افريقيا؟ الفرق اللي احنا شفناها في الانديه دي لو المنتخب يعني اتعمل له عدد ماتشات كاحتكاك او اتلم فتره بدري شويه
بالفرق اللي احنا شفناها في الـ في الـ بس خلي بالك في الانديه، بطولات الانديه غير المنتخبات، المنتخبات بيجي لك محترفات. ما اتفرجتش عليها كمنتخبات عشان انا كنت بتفرج على ميرال، بتفرج على هاله، بتفرج على معدات، بس دي كنت في الوقت اللي اتفرج عليه في المنتخب ان انا ابقى مركز. انما احنا فرقتنا جامده، عندنا بالميكروات كويسه، عندنا قطارات مسندات كويسه، عندنا سناتر، عندك كل المقاومات اللي انت على الاقل ما تبقاش في الثامن. صحيح. يعني تقدر تخش تقدر مربع. تدخل في المربع. صح. خلي في جزء في كده. جزء ليك انت كمدرب انك تصيع شويه او تدير الموضوع، ما انت اكيد هتلاعب ناس احسن منك، ما انت لازم تكسب، انت عشان تاخد بطوله لازم تكسب اللي احسن منك. صح. مش لازم يبقى كله سهل. صح. فجزء منها مدرب بادارته للموضوع او صياعته زي ما بنقول، جزء منه نفسي للولاد، جزء منه عدل ان انا اخد ناس تستاهل تلعب في المنتخب. يعني في زي اي بلان لاي موضوع. صحيح. كابتن طارق انا كنت سعيد جدا جدا بالحوار معاك النهارده. انا اللي سعيد. يعني شخص ناجح وراجل خلاص فرضت اسمك في كره السله الاهلاويه في مصر كلها. بشكرك والف مليون مبروك واتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. حبيبي انا اللي سعيد، وسعيد ان انتم مبسوطين، وسعيد ان الجمهور مبسوط، وسعيد ان فرقتي مبسوطه، انا ببقى اسعد واحد في الدنيا. اكيد نورتني وشرفتني كابتن. حبيبي كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع بطلات كره السله. النهارده اتنين بطولتين من اتنين ان شاء الله، زي ما كابتن طارق خير تفضل وقال ان شاء الله 5 من 5 السنه دي، وده التارجت بدون هزيمه. كل التوفيق لكل فرق النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع الابطال.